بنيتي اليوم نديرو غريبيه ساهله مهله تاع بكري تاع جداتنا تاع ماتنا تاع ناس زمان، ماشي كيما هذيك دوكا اللي يواسيو فيها وكامل. واش فيها الساهله مهله وتجي الله الله، عندنا بول تاع فارينه هكذا وكيله هكا تاع السكر في البول الصغير هذا ماشي كيما تاع الفارينه، مجاش حلوه حلوه بزاف، وكيله تاع الزيت وشويه قرفه من فوق، وعندنا بابي اللي نديرو في السليوه. وشوفوا ها ما تضحكوش عليا، هذا البابي تاع الواسمو تاع تاع الطياب كويسون هذاك، شوفوا كان عندي عاود درتهم، شي لازم للرولو كل ما تشري تجبدي روحك تلف فيه وترميه في شكارة الزبل، لا لا حاشاكم، هكذا نخليوه نقتصدو كل مره نديرو فيه نديرو فيه، كي نصيبو خلاص ما هناشي خلاص تواسى نرفدوه ونرميوه نقتصدو. ها ناخذ دوك الفارينة هاي تاع الميزان تاع السلاف نغربلوها وتجيبنا الله الله. ها اقتصاد انا في التقشف، هاي الفارينة نزيدو لها كمية هذيك تاع السكر، نديرو لها غير شوية فاني، هذه نيقة رسمي والو غريبية تاع زمان، نزيدو لها غير شوية تاع فاني نخلطو بسم الله هكذا. ومن بعد نخلو الزيت غير بشويه هكذا، ونشوفوا هذه الكميه لا تكفينا. نتوما بديروا هكا بول صغير مش كيما تاع الفارينه، هكذا بول صغير منه وتبداي هكذا حتى تتلمك هذيك الفارينه، ما كاينش كيما الغريبيه نديروا غريبيه الله الله تاع ماتنا تاع جداتنا. خلاص ها شوفوا بكا كي تشوفوا هكا معناتها هي تلمت بكا، واش نديرو بعدو هذا كل واحد. شوفوا يذب عليكم هذه الزبده وهذه شوش نهي كاش منها تاع بكري، هذه هي تاع جداتنا ماتنا تاع بكري هكا كانوا يديروها. واه بابي كويسون كيما قلت لكم تشريو له كل مره تاخذوا شلخه منه ديروه وما نرميوهش، اقتصاد انا في التقشف يا بناتي يا خياتي، ناخذوه ونديروه شحال من خطره كي يخسر كامل تروحي ترميه هكذا. شوف نعاود لكم حابه، شوفوا هكذا راكم تشوفوا هكذا هكذا، شوف بنكوروها هكا هكذا. شوف من بعد واش ديري هكا هكا بشوي، شوف هكا هكا هادي تاع بكري، خلينا من الاشكال ومانيش عارف تاع دوكا هكذا، هادي تاع بكري بشويه شتي كي شحبت الباكور راهم يديروها في العرس تاع بكري هكذا. نزيد لكم وحده تشوفوها كوايره ها نكوره، ومن بعد نبدا بشوي هكا هكا هكا، ودوري غير بشوي كي تدوري هي تحكم الشكل تاعها، وبعدين نحطوها هكا هكذا، ناخذ شويه قرفه ونديروها هكذا ونتفاهموا دوكا على الفوق. شوفوا الفرن خلينا هذوك اللي عندهم فونتيلو تاع الجديد دوكا وكامل، وحنا فرن بسيط تاع بكري تاع ماتنا وجداتنا حتى دوك، نسخنوه مليح مليح ومن بعد نقصولو متوسط، ومن بعد كي يسخن مليح نردوه متوسط وندخلو غريبية تاعنا، نخليوها شوف تقعد بيضة غير نشوفوها حكمت اللي راح مليح نحيوها، ومن بعد تشوفوا الشكل صحن التقليد. خواتاتي ها شوفوا غريبية كيف جاتنا، شوف تاع بكري الله الله نشوفوها بقيوة سخونة مع الصباح ولا العشية يا بناتي، شوفوا ها غريبية تاع بكري مكاش كيفها. ها بصحتكم وبصحتي معاكم، ودعموني واشتركوا في قناتي هكا، ودخلوا وذوقوها وقولوا لي وردوا لي في التعليق وقولوا لي تاع بكري ولا تاع دوكا خير. هيا بالسلامة.